ازيكم؟ عاملين ايه يا بنات وشباب ثانوية عامة او اي امتحانات؟ بس اعتقد ان هو ما عادش في امتحانات غير ثانوية عامة اعتقد. طلبتوا مني كتير ان انا اعمل لكم فيديو عن ثانوية عامة، يمكن انا متأخرة ويمكن باقي حبة قليلين، بس يمكن النصايح البسيطة دي جاية لكم في وقتها، ف يا رب تفيدكم ويا رب ربنا يوفقكم كلكم. وتعالوا اقول لكم ايه الكام حاجة اللي هتكلم فيها سريعا عن ثانوية عامة. اول حاجة التوتر. طول ما انت متوترة مش هتوصلي لأي حاجة. ثانوية عامة ولا هي نهاية الدنيا ولا هي بداية حياتك ومستقبلك خالص، هي مجرد مرحلة. لما تاخديها وتعملي اللي عليكي وكل حاجة تمام، لكن ما تاخديهاش كده يعني. حاولي تكوني ريلاكس اكتر. وتتكلم قدامكم دي كانت بتشد في شعرها ايام ثانوية عامة، بس بما اني انا كبرت وخلاص عرفت ان بجد كان اوفر، فبحاول اديكم الاكسبيرينس دي. فاول حاجة خلي الموضوع بسيط وهادي. ايه هي تاني حاجة؟ بجد بجد ليكو والاهاليكو مفيش حاجة اسمها 24 ساعة مذاكرة، مفيش حاجة اسمها يا ذاكر يا نام. لو انا مش نايمة فانا بذاكر، طب ما طبيعي بقى انا هبدأ اعمل ايه؟ اهرب من المذاكرة بالنوم، احس انه عشان زهقانة انام، فده غلط. مفيش حاجة اسمها مذاكرة طول الوقت. كل انسان عنده عدد ساعات استيعاب معينة. انا مثلا اخري 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 لما بقى ضغط على نفسي 5 ساعات، بس ال5 ساعات دول بالنسبة لي بنجز فيهم كتير جدا. في بنت تانية ممكن تنجز نفس اللي انا بنجزه في 8 ساعات، وفي ممكن في 2 ساعة. فانتي لازم تعرفي ايه عدد الساعات اللي بتستوعبي فيه وبعديها بتقفلي، وانتي وشطارتك عايزة تذاكريهم ورا بعض. يعني انا كنت لازم اذاكر ال4 أو 5 ساعات ورا بعض، عايزة تذاكريهم ورا بعض ذاكريهم، عايزة تقسميهم على مدار اليوم قسميهم. المهم انك تبقي عارفة ان انتي ليكي عدد ساعات محدد هو ده بس اللي هتذاكري فيه، وتبدأي تستغليه صح. تالت حاجة مهمة، ارحموا نفسكم. دروس 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 بجد. انا كان يوم لما ببقى ضغط على نفسي باخد في اليوم درسين وكده، ضغط على نفسي جدا، وكان لازم بيبقى عندي يومين مثلا اجازة في الاسبوع ما باخدش دروس فيها. انما انا بشوف دلوقتي حاجات فظيعة، خصوصا في بورسعيد اليوم من الصبح لبالليل دروس. طب انت هتذاكري امتى؟ وهتاكلي امتى؟ وهتنامي امتى؟ فطبعا بتضغطي. فبجد كفايه دروس بقى، يعني خفوا شويه. وفي رايي المراجعات ملهاش لازمه، انا كنتش بحضر كل المراجعات، خدي الملازم احضري المهم بس. ولو المواد اللي هي العلميه يعني مواد رياضه او فيزياء او كيمياء او الحاجات الثقيله دي، لا دي طبعا لازم تبقي بتحضري لها. لكن خفي بقى المواد الثانيه اللي ملهاش لازمه، سواء مثلا عربي، تاريخ، المواد الثانيه، علم نفس، الحاجات دي ما تروحيش مراجعه لانه اوريدي مش مستاهله تروحي مراجعه فيها يعني. فده رايي الشخصي، خدي الملازم. ولو في بس حاجه موقعاها او كده روحي. بس انا عمري ما كنت بروح كل المراجعات، انا الشهر اللي قبل الامتحان ده كنت ببقى قاعده في البيت معظم الوقت. فدي نصيحتي برضو ليكي. وكمان مراجعات ليله الامتحان مش كلهم مهمين، اختاري المهم بس زي رياضه، انجليش، الحاجات اللي هي سخيفه شويه والمراجعه فعلا فيها هتفيدك. واعرفي ان مهما المدرس قالك لازم ومستقبلك وبتاع، هو اهم حاجه معينه. فده رأيي وده اللي انا كنت بعمله فعلا. رابع حاجة بقى نيجي لأهم حاجة، ان انت عندك وقت للمذاكرة الساعات اللي احنا اتفقنا عليها، وعندك حياتك العادية. يعني انت مش مترهبنة، انت ينفع تنزلي شوية تتمشي في الشارع تجيبي حاجة تاكليها وتطلعي، ينفع ان انت تنزلي ترفعي عن نفسك شوية تخرجي 2 ساعة مثلا او 1 ساعة مع مامتك او مع اخوكي او مع اي حد، ينفع تتفرجي على مسلسل او حلقة، ينفع تكلمي صاحبتك تهزري معاها، ينفع جدا على فكرة، لانه يومك مش بس مذاكرة، انت كده هتضغطي وهتتخنقي ونفسيتك هتتعب. فخدي الموضوع كأنه فور فن، بس وقت المذاكرة وقت المذاكرة هتركزي. كل اللي انا قلته ده تمهيدي. تعالوا بقى دلوقتي اوريكم وقت المذاكرة ايه الحاجات اللي هتعمليها عشان بجد تركزي، وفي وقت قليل تقدري تنجزي كمية كبيرة. كل حاجة هتعمليها ان حضرتك هتحددي ميعاد معين للبداية. يعني انا هبدأ مذاكرة الساعة كذا. بما اننا في رمضان قدامك حاجة من الاثنين، يا اما انا مثلا هدير، لو انا اللي كنت بذاكر فانا هذاكر من الساعة هتصحر وهبدأ اذاكر لحد بعد الفجر لحد الساعة 7-8 الصبح، انتي وشطارتك. الميعاد ده بالنسبة لهدير تحفة جدا، هنام اصحى بقى اشوف دروسي عادي. او تذاكري الفتره اللي هي بعد الفطار اللي هو المغرب، هتفطري تريحي شويه وتبداي مذاكره متاخر شويه. بس انا مش عارفه ده هيبقى حلو ولا لا، لاني مش عارفه مواعيد دروسك. المهم انت اختاري الوقت المناسب لك اللي بتكوني فيه شويه مرتاحه. اعتقد انه بعد السحور هو افضل وقت، لانك مش بتبقي هبطانه او دايخه او مصدعه زي بعد الفطار، لان انت اوريدي بتبقي كنت بقالك فتره بتاكلي يعني. فاعتقد ان ده افضل وقت، وانت وشطارتك وانت وحسب مواعيدك. طيب
وانس ان حضرتك خلاص جيتي لوقت المذاكره، وقت البدايه، في تركيز تام قدامك الماده بس اللي انت هتذاكريها، قدامك الحاجات بس اللي انت بتستخدميها، المكتب بتاعك متروق، طبعا مفيش مذاكره على السرير، مفيش، ما تقوليليش انا ما بعرفش اذاكر غير على كده، لا مفيش مذاكره على السرير حقيقي، مفيش مذاكره بتكون وانت قاعده مفروده قدامك حاجه قاعده بتكتبي عليها وكل حاجه مترتبه قدامك. ابدأي مذاكره، ممكن تعملي حاجه تشربيها، وممكن ترشي عطر كده، في عطور جدا بتتباع عشان التركيز، ممكن تشتري حاجه منهم ترشيها، وتسمي بالله، تقولي دعاء قبل المذاكره وتبدأي. موبايلك لو انت هتضعفي اديه لاهلك، رغم ان انا شايفه انك لازم مجرد ما هتبدأي حطي وقت، يعني قولي دلوقتي انا هبدأ لمدة ساعة، بعد الساعة هفصل 10 دقايق، وفي الساعة دي انا هاخد الكمية الفلانية، وتحدي نفسك انك تخلصي الكمية دي، كمية اكبر منها، فتحسي ان الموضوع لذيذ وهيصبرك ان خلاص الساعة قربت تخلص وهتاخدي 10 دقايق بريك، بعد العشر دقايق تخشي في ساعة تانية وهكذا، تحسي ان الموضوع لذيذ وحلو وبسيط. طيب سكيلز المذاكره، ازاي اذاكر كميه كبيره لو انت متاخره في المنهج؟ وما تنسيش حاجه اسمها مايند ماب، ودي مهمه جدا، احاول اصورها وتبقى باينه. لازم تربطي كل حاجه من المنهج ببعض. للاسف انا ما عنديش اي ماده اجرب عليها، بس سي مثلا خدتي اسباب ثوره سعد زغلول، انا مش عارفه دي فين، بس مثلا اسباب ثوره سعد زغلول، بعد كده خدتي نتائج ثوره سعد زغلول، فهتقولي نتائج ثوره سعد زغلول كذا كذا كذا، امال الاسباب كانت ايه؟ كانت كذا كذا كذا. وطول ما انت ماشيه في المنهج فكري نفسك واربطي، والحاجات اللي شبه بعض تربطيها جنب بعض، دي هنسميها المايند ماب، الحاجه اللي دايما هتفرق لك بين الحاجات المتشابهه عشان تبقي مجمعه في دماغك. طيب تعالي نقول ان انت خلصتي وفضل حاجات بس وقع منك وحاجات ما ذكرتيهاش، نعمل ايه؟ هتحلي كميه امتحانات رهيبه في الساعه، هتقدري عدد امتحانات للماده او لاي ماده وتبداي تحليها، والسؤال اللي ما تعرفيهوش هترجعي تذاكريه وتعرفيه. طيب بعد اول سؤال ما عرفتيهوش جه سؤال تاني، هتقومي مراجعه اول سؤال ما عرفتيهوش مع التاني سؤال، وهنا تبقي بتربطي. هتحلي امتحانات كتير جدا، بعد ما تخلصي الامتحانات ارجعي بقى للحاجات اللي ناقصاكي دي راجعيها، هتلاقيكي عارفاها من اسئله الامتحانات. طيب اخر حاجه هتتعمل انك ما تتكلميش مع صحابك، ذاكروا ايه ما ذاكروش ايه، عملوا ايه ما عملوش ايه، صدقيني مش هتشجعوا بعض، ما تتكلموش خالص في الامتحان، ولا تربطي نفسك باي حد عشان تقومي تذاكري، ولا تربطي نفسك باي بني ادم حتى لو اختك التوأم، ركزي انت على نفسك ما تتكلميش في الموضوع. يوم الامتحان، ليله الامتحان قبل ما تنامي صلي ركعتين، اقري سوره ياسين ونامي، سوره ياسين بنيه ان ربنا يكرمك ونامي، والصبح وانت بتلبسي شغلي سوره ياسين اسمعيها، وانزلي على ميعاد اللجنه وما تتكلميش مع حد، ولا قبل الامتحان ولا بعد الامتحان، عشان بعد الامتحان هتعرفي حاجات مش محتاجه تعرفيها ومش محتاجه تراجعي، عشان لسه عندك مواد تانية محتاجه تركزي فيها. دي كام خطوه بسيطه جدا، يا رب يعجبوكوا، على قد ما قدرت اجمع حاجات صغيره عشان ما اضيعش وقتكم في الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وربنا يوفقكم يا رب. ولو في اي سؤال ابعتولي، ويا ريت لما تخلصوا الامتحانات تبقوا تطمنوني، ممكن تتواصلوا معايا على الانستجرام، الانستجرام بتاعي تحت هدير رؤوف 70، هستناكم، ويا رب ربنا يكرمكم ويوفقكم وتحققوا كل حاجه نفسكم فيها، بس اعرفوا ان دي مجرد مرحله، وان اللي جاي ملوش اي علاقه خالص بالمرحله اللي انتوا فيها دلوقتي، سواء جبتي 60% جبتي 99%، الاثنين صدقوني ملهمش علاقه بمستقبلك وبكل حاجه هتعيشيها بعد كده، فخدي موضوع بسيط وربنا يكرمكم ويوفقكم. باي.